العصائر والحلويات طقوس رمضانية حاضرة في العراق، فهنا مدن كردستان شمال البلاد تشتهر بتحضير عصير الزبيب المستحضر من العنب المجفف. عصير الزبيب يلاقي رواجاً كبيراً في شهر رمضان، وله طعم خاص على مائدة الإفطار في العراق، إذ تشتهر محافظة السليمانية بالزبيب وكثرة بساتين العنب، ومهنة بيع عصير العنب يزاولها أهل المنطقة منذ القدم. إحنا كمحل عصير صرقلو صار لنا تقريباً أكثر من 37 سنة نشتغل بهذا المصنع ونقدم أحسن عصير بالمدينة، والحمد لله هسه مشهورين تقريبا بالعراق كلها، وبالرمضان خاصة الصرف أو السحب العصير أكثر، لأنه عصير خاصة عصير زبيب، لأنه عصير زبيب هو بيه فوائد وبيه نكهة وطعم خاص. يعني طبعا سليمانة تشتهر بشربة الزبيب، شربة الزبيب طبيعي، وخاصة بشهر رمضان المبارك يعوضنا عن نقص الفيتامينات ونقص الأملاح والنقص بالماء، والعراقيين يحبون الحلات يحبون العصائر، وسليمانية تشتهر بعصير الزبيب. سليمانية يسوونه بشكل عصير طبيعي وكل شيء طيب. أما في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب والوسط، فلا بد للحلويات أن تكون حاضرة في شهر رمضان، وخاصة البقلاوة التي تعد عنصراً أساسياً بعد الإفطار عند العراقيين. الحلويات اللي متعود عليها الشعب العراقي دائماً يتناولها في شهر رمضان، الشعرية، المحلبي، الكاستر، زلابية وبقلاوة، يعني أمور متعارف عليها الشعب العراقي معروف بها. أكثر شيء يكون على يعني على البقلاوة وعلى الزلابي أكثر شيء، لأن يعني شلون تقول شلون إحنا من نسوي موائد صحن رئيسي لو شيء، فهذا يعني تعتبر الرئيسية بالنسبة للحلويات، فبقلاوة والزلابي أكثر شيء مرغوبات بعد الموائد بعد موائد الإفطار يتناولها المؤمن. كثيرة هي الطقوس الرمضانية في العراق، والتي أصبحت مع مرور الزمن عادات لا يمكن التخلي عنها في الشهر الفضيل.